بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو والدرس المرافق له سنتعرف على متصفح جديد وهو اسمه ماين بروسر. متصفح خفيف أنيق جميل، عملت به وجدته في غاية في السلاسة في الأداء. اسمه ماين كما ذكرت، سنأتي نكتب في خانة البحث ماين بروسر. هذا هو الموقع الرسمي ماين بروسر جيتار. شعار او شعار المتصفح هو سمارتر ويب بروسر، اخف متصفح انترنت. هناك مجموعة من المعلومات التقديمية للمتصفح الذي يعتمد على دوك دوك جو كمركز بحث افتراضي. مجموعة من المعلومات يركز على الخفة وسلاسة الأداء، كما يذكر أنه يقرأ لغة CSS وجافا سكريبت اند وجافا سكريبت ثلاثة، يوز الكترون اند اوبن سورس سوفتوير. للتحميل نضغط على دونالد 9. كما تلاحظون في اسفل الشاشة تأتي بنسخة ديب، وهي مخصصة لديبيان. انا ستوفر لي توزيع اخرى او نظام اخر، يمكنك تجربته على فيدورا مثلا، وتروا اذا كان سيقوم بتحميل بنسخة او بخدمة RPM. انا قمت بتحميله وتثبيته مسبقا. طريقة التثبيت سهلة، هي بتثبيت برنامج جي دي بي، هذا البرنامج، وهو يقوم بتثبيت عند ضغط نقرتين على البرنامج يقوم بتثبيت البرامج بصيغة ديب. هذه طريقة. نأتي مثلا برنامج هذه من أجل من لا يعرف طريقة تثبيت ملف خارج المستودعات. مثلا برنامج هكذا أنا وضعته بشكل افتراضي عندما تلقى جديد. إذا لم يكن بشكل افتراضي تأتي إلى هنا فتح بي أو open with أوبغير افيك، ثم تختار البرنامج من هنا او تأتي الى خصائص ثم تختار البرنامج الافتراضي. انا اخترت جي دي بي. اوكي. عندما اضغط نقرتين على الملف يفتح البرنامج. أنا سيقول لي أنه مثبت من قبل لأني قمت أصلا بتثبيته.
كما تلاحظون ريان ستار باكيج ريموف باكيج لانه مثبت مسبقا. same version is already installed. سنلقي نظرة الان على المتصفح انترنت ماين. تلاحظون هو غاية في الخفة. من الأمور الأساسية في المتصفح هو أنه لا يتوفر على أيقونات للرجوع للخلف أو ما شابه الرجوع أو التقدم إلى الأمام أو هذه. لكي نقوم بهذا الأمر سنحتاج إلى صفحة إرشادات لنعرف طريقة التعامل وهي عن طريق Help Keyboard Shortcuts. تعطيك كل المعلومات أو تعطيك طريقة التعامل مع المتصفح. نعطيك مثلا هنا طريقة كتابة موقع وهي متوفرة في أغلب المتصفحات. عندما تكتب اسم موقع يكون بدومين دوت كوم تضغط على كنترول انتر فيأخذك إلى الموقع مباشرة. للرجوع إلى الخلف مثلا هنا نختار موضوع مثلا برامج ندخل إلى هذا الموضوع. أردنا الرجوع إلى الخلف ليس علينا أن نكتب نأتي ونكتب موقع من أول. سنأتي إلى إرشادات نعرفها أول مرة يعني ليس كل مرة. back forward forward back لكي نضغط back alt سهم إلى اليسار سهم إلى اليسار وسيعود إلى 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 الصفحة التي قبل. هو يعاني من البطء الآن لأنني فاتح فايرفوكس وأسجل الفيديو ومواصفات جهازي هي متواضعة جدا يعني الرام لا يصل إلى 2 جيجا بايت. عدنا الى الصفحه الاولى لنتقدم الى الامام. كنترول سهم اليمين ثم نتقدم الى الصفحه التي كانت في امام وهكذا. ارشادات اخرى نيو تاب الت تي يعطيك ان تدخل يوتيوب مثلا يوتيوب مثلا. ارشادات اخرى هنا مجموعة من الارشادات reload type control r مثلا لتنشيط الصفحة control r سيقوم باعادة تنشيط الصفحة هكذا. يعني هو متصفح جميل للغاية وسلس. أتمنى أن تستخدموه وتعطونا آراءكم حول مردوديته في حواسيبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.